لمسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض. في رواية أبي داود إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. وفي رواية أبي داود فأريت مشارقها ومغاربها. الزوي هنا هو الجمع، فيكون جل وعلا جمع الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من الجبال والسهول والبحار والتلال وسائر ما خلقه الله عز وجل فيها. ولكن هذا الزوي وهذا الضم هو زوي قرب فيه الأرض أو قربت فيه الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت بمقاس الكف، أم أن قوة بصر النبي صلى الله عليه وسلم زيد فيها حتى أبصر ما كان بعيدا كأنه قريب؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن الزوي على حقيقته فجمعت الأرض بما فيها بمقدار قليل وبقي بصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه. ولا عجب، فعندنا الآن الكرة الأرضية مصورة أو مصنوعة على شكل دائرة، فلا يبعد أن يكون جل وعلا قد جمعها بهذا المقدار، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها مما في المشرق والمغرب. ولذا جاءت رواية الشك إن ربي تقوي هذا، لأن الرب هو المالك المتصرف المدبر، ثم أيضا في صيغة الرب ما يدل على الاعتناء الكبير والرحمة الواسعة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أراه مشارق الأرض ومغاربها حتى يطمئن قلبه وحتى يأنس فؤاده، فيكون من باب الاطمئنان لقلبه عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل كيف تجمع بهذا الحجم وفيها تلك الجبال وتلك البحار وتلك الأنهار، كيف تجمع بهذه الصورة وكيف يمكن أن يكون هناك جمع لها بهذه الصورة؟ فالجواب نقول إن الله على كل شيء قدير، ومثل هذا لا تتسع العقول لإدراكه، لا تقل لما ولا تقل كيف، إنما هو التسليم والانقياد. القول الثاني قال بعض العلماء إن الله عز وجل قوى بصر النبي صلى الله عليه وسلم والأرض على ما هي عليه، ويشابه ذلك ما جاء في قصة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذب وقالوا له صف لنا بيت المقدس إن كنت قد ذهبت إليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر فجل الله له بيت المقدس فوصفه لهم وصفا دقيقا. والظاهر من السياق هو القول الأول، لأن عبارة الزوي تدل على الضم والجمع، ولا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل، لأن الأصل كما هو مقرر في الأصول أن الظاهر يبقى على ظاهره ولا يؤول إلا بدليل. ولذا عندنا الظاهر والمؤول، الظاهر ما ظهر فيه الحكم من ظاهره، وأما المؤول فهو ما عدل عن الظاهر إلى معنى مرجوح لوجود دليل آخر، سواء قلنا بهذا أم بهذا فكلتاهما معجزة.